والله احنا يشرفنا كبنك دبي التجاري ان احنا نتعاون وتحت رعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بالمشاركة في البطولة هذه، لما فيها من مردود قوي على المجتمع، وخاصة بالنسبة للجيل الصاعد الجديد اللي احنا نحاول ننمي فيهم روح الرياضة. وانت عارف ان الرياضة دائما هي يعني تنمي الجسم، يعني انا شايف بيكون راح يكون مردودها كثير قوي بالنسبة لهم، وان شاء الله نتمنى ان هم في المستقبل يمثلون في أعلى المراتب في البطولات، وإن شاء الله يطلع منهم يعني الكثير. وهذا يعني طبعا يكون لنا احنا الفخر ان احنا نرعى مثل هالناس مثل الطلبة هذه، لما فيها مردود من قوي إن شاء الله. والله يعني انا هاي للمرة الثانية احنا نرعاها، يعني انا شايف التنظيم اقوى، يمكن حتى بالنسبة للمشاركة زادت أكثر من يمكن ضعف عدد الحضور وعدد المشاركين من المدارس، يمكن عممنا على المدارس أكثر شوية. كان في الدورة الأولى كانت في البداية شوية وكانت أقل، لكن النسخة الثانية أو المرحلة الثانية البطولة الثانية أنا يعني الحمد لله اني يعني شو اقول فخور في هالشيء هذا، وان شاء الله اكيد يعني السنه الدوره الثالثه راح نرعاها وراح تكون اقوى واقوى. احنا نتعلم منها كثير طبعا هالشيء. بسم الله الرحمن الرحيم. نبيل طيب خوري، انا رئيس التجار الاسلامي. التجار الاسلامي طبعا ذراع الاسلامي للبنك دبي التجاري، الخدمات الاسلاميه. طبعا احنا هاي السنه الثانيه نرعى هالحدث. طبعا اكيد حدث مهم بالنسبه للبنك وبالنسبه للمجتمع. مثل ما تعرف يعني البنك مش هدف انه فقط هدف مادي، مما لا شك فيه ان الهدف الاجتماعي مهم جدا، لان نحن بنك وطني وحكومه دبي تساهم في تقريبا 20% او بالضبط 20% من مساهمه الحكومه في بنك دبي التجاري. فالهدف من المشاركه هاي ان تنميه الجيل الحالي، وبعدين اكيد ان الرياضه مهمه بالنسبه للاجيال. اكيد مثل ما يقولون العقل السليم في الجسم السليم، فلازم نحن نرعى هذا، وهذا لهم الجيل، هذا لهم شباب المستقبل. مثل ما شفنا كيف المنتخب الوطني برز ما شاء الله في كاس الخليج، هذا من طبعا ما جاء من فراغ، هذا كان اساس ان كان اول هم ابتدوا من ناشئين وبدوا معاهم من الاساس لما وصلوا هالمرحله، وحاليا هم ينافسون ان شاء الله على كاس اسيا باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه يعني لا يمكن لاي قطاع رياضي في اي دوله ان ينجح اذا ما كان هناك رهان حقيقي على الرياضه المدرسيه. تركيزنا خلال السنوات الماضيه كان على عده قطاعات، وكان بشكل متواضع على الرياضه المدرسيه. اليوم خلال السنتين 2000 من بدايه من 2011 بدا التركيز بشكل اكبر، وبدت يعني تمثلت في عدة شراكات، من أهمها كان قطاع الألعاب القوى والمرحلة الناشئين فيه. شراكتنا كانت قوية مع بنك دبي التجاري، مكافآت كبيرة، تحفيز بالنسبة للمدارس وبالنسبة لأولياء الأمور وبالنسبة لأبنائنا وبناتنا. أتصور أن النجاح اللي كان العام الماضي من خلال اختيار ثلاثة ناشئين للمنتخب الوطني من غير اللاعبين في أندية هذا مؤشر إيجابي. العام هذا أيضا بمشاركة أكثر من 1600 لاعب ولاعبة أيضا يمثل فارق كبير، وتعتبر واحدة من أكبر البطولات على مستوى دولة الإمارات. إن شاء الله تستمر مثل هذه التجمعات وترفد منتخباتنا إن شاء الله ب نوعية وعينة جيدة من الموهوبين إن شاء الله.